يعطيكم العافية. راح نبلش بأول تجربة بلاب الكيمياء اللي هي الـ Density and Laboratory. في البداية بدنا نحكي عن اللاب سيفتي اللي قدامنا، النقاط لازم نحفظهم أو على الأقل نفهمهم لأنه بيجوا بالامتحان على شكل ضع دائرة، إنه هل التصرف الآتي صحيح أم خاطئ أو إيش التصرف المناسب. برضه هون أدوات المختبر ضروري نحفظ كل أداة شكلها واسمها لأنه برضه بيجي عليهم أسئلة في هاي الصورة وهاي الصورة. هلأ خلينا نبلش بالـ density. الـ density is the mass of substance per unit of volume، هي كتلة المادة على حجمها. أكيد كلنا بنعرف قانون density الماس على الفوليوم. في عندي هلأ هون notes ضروري نفهمهم لأنهم برضو بيجوا على شكل أسئلة ضع دائرة. أول شيء إنه الـ density is an intensive property، هي خاصية غير مقدارية. كيف يعني خاصية غير مقدارية؟ إنها doesn't depend on the system size or the amount of material in the system، يعني ما بتعتمد على كمية المادة. الـ density is temperature dependent، بتعتمد على درجة الحرارة وبتتناسب عكسيا معها، يعني لما نزيد درجة الحرارة الكثافة راح تقل والعكس صحيح. برضه الـ density directly proportional with volume، بتتناسب طرديا مع الحجم، يعني لما نزيد الكثافة بيزيد الحجم، لما نقلل الكثافة بقل الحجم. هلأ بالنسبة للجزء العملي من التجربة الـ density of solid، طبعا لحتى نطلع الـ density of solid لازم نطلع الماس الكتلة ونطلع الفوليوم. بالنسبة للكتلة كتلة المادة الصلبة عن طريق الميزان، أما بالنسبة لحجمها ففي عندي القانون هون الـ volume of solid اللي هو الـ volume of solid plus water ناقص الـ volume of water، حجم المادة الصلبة مع الماء ناقص حجم الماء. يعني لو مادة صلبة أو حجر مثلا غمرته بمخبار مدرج يحتوي ماء، فمقدار التغير في ارتفاع الماء أو الإزاحة في الماء هي عبارة عن الـ volume of solid. طلعنا الـ volume، طلعنا الماس، فمباشرة منطبق بقانون الـ density. هلأ بالنسبة للـ density of liquid، كثافة المواد السائلة، فهي بتساوي الماس of cylinder with water ناقص الماس of graduated cylinder على volume of water. إذن هي كتلة المخبار المدرج مع الماء ناقص كتلة المخبار المدرج تقسيم حجم الماء. طبعا في تحت آخر التفريغ أسئلة عن هذا الموضوع. هلأ نجي نبلش بالـ significant figures. عند النوتس المضللين بالأخضر هم قواعد الـ significant figures، ضروري نفهمهم ونحفظهم. أول شي جميع الأرقام عدا الصفر تحسب significant figures. ثاني إشي سواء بوجود فاصلة عشرية أو عدم وجودها الأصفار على يسار العدد لا تحتسب significant figures. يعني مثلا الرقم هون 0.001، فالثلاث أصفار على يسار الواحد لا يحسبوا significant figures سواء كانت الفصلة موجودة أو مش موجودة. ثالث إشي تعامل الأصفار على أنها significant figures إذا جاءت بعد عدد شرط وجود فاصلة عشرية. يعني مثلا عندي بالمثال هذا 0.100، الصفرين اللي على يمين العدد انحسبوا significant figures بسبب وجود الفاصلة. يعني لو ما كانت الفاصلة موجودة الواحد فقط راح يحتسب significant figures. آخر إشي إنه إذا جاءت الأصفار بين عددين تحسب significant figures. يعني مثلا المثال عندي هون الصفر يلي بين الاثنين والثلاث والصفر يلي بين الثلاث والواحد انحسبوا significant figures، فجميع الأرقام بالعدد انحسبت significant figures. مثلا هنا عندي الـ 1.5 صفار قدامها، الخمس صفار مع الواحد انحسبوا جميعهم significant figures بسبب وجود الفاصلة. بينما مثلا العدد 70,000 هنا فقط السبعة احتسبت significant figures، والأرقام أو الأصفار اللي على اليمين ما انحسبت significant figures لأنه ما في فاصلة. فلو كان عندي في فاصلة رح تحسب جميع الأصفار اللي على اليمين أرقام معنوية. هلا خلينا نبلش بموضوع الديسيمالز او الارقام العشريه. هلا اي رقم
على يمين الفاصلة العشرية يعتبر decimals أو رقم عشري. مثلا عندي 0.5679، 5 و6 و7 و9 هدول decimals أرقام عشرية لأنهم إجوا على يمين الفاصلة العشرية. مثلا 4.000 ثلاث أصفار برضو نحسبوا decimals، فبالتالي هون decimals أو أي رقم على يمين الفاصلة العشرية يحتسب decimals على أنه رقم عشري سواء كان صفر أو رقم عادي. هلأ نيجي على قواعد الجمع والطرح في الأرقام المعنوية. بالنسبة للجمع والطرح بالأرقام المعنوية بدنا نعتمد على الديسيمالز أو تركيزنا على الديسيمالز. كيف يعني؟ يعني تكون الأرقام العشرية الجواب مساوية لأقل رقم عشري بالحسابات بعد عملية التقريب. مثلا عندي أول مثال هون 3.67، كم رقم عشري أو رقم يعني على يمين الفاصل العشرية؟ رقمين اللي هم 6 و7. وال2.8 كم رقم عشري أو رقم على يمين الفاصل العشرية؟ 1 اللي هو 8. فالجواب لازم يكون فيه رقم عشري 1. طبعا الجواب أصلا هو 0.87، فإحنا بنقربه تمام الخمسة فما فوق، من 5 للـ9 بنقرب. إذا كان يعني قبل 8 الرقم كان بين 5 والـ9 بنقربه، فبالتالي بنقربه بصير 9 بالـ10. نلاحظ إنه هون بيحتوي على 1 decimal. المثال يلي تحته مثلا 32 ما فيها ولا decimal، والرقم اللي جنبه 4.7 أو 4.74 عندي 2 decimal، فالناتج لازم ما يحتوي على ولا decimals، فبالتالي هو الناتج الأصلي 36.74 إحنا منقربه بحيث ما يحتوي ولا على رقم عشري. حكينا 7 فوق الـ5 تعطي 6، فبصير 37 ما فيه ولا رقم عشري. هذا بالنسبة لقواعد الجمع والطرح في الأرقام المعنوية نعتمد على decimals. هلأ بالنسبة للضرب والقسمة نركز هون على significant figures. كيف يعني؟ بيكون الجواب يحتوي أو بحيث يكون عدد significant figures للجواب مساوي لأقل significant figures بعد التقريب. خلينا ناخد أمثلة. مثلا هون هذا المثال 3.6 ضرب 0.241. هون مثلا عندي رقمين معنويين اللي هم 3 و6، هون عندي 3 أرقام معنوية اللي هم 2 و4 و1. الصفر ما انحسبت، ليش؟ لأنها على اليسار. الجواب الأصلي اللي هو 0.8676، لكن الجواب حسب الـ significant figures لازم يحتوي على رقمين معنويين، فبالتالي بدنا نقرب. هلأ 7 هون بتعطي 6، فبالتالي منقربها لـ 0.78. نفس الإشي المثال اللي تحته الـ 8.0 رقمين معنويين مضروبة في الـ 5.34 ثلاث أرقام معنوية تقسيم الـ 0.64 رقمين معنويين. الناتج الأصلي 66.75، لكن الناتج لازم يحتوي عندي على رقمين معنويين، فبالتالي منقرب الـ 66.75 بتصير 67. هلأ نيجي على الـ precision. الـ precision is how much the measured values close to each other. It depends طبعا on the number of decimal points. كيف يعني؟ مثلا عندي 8.325 هذا الرقم، 8.325 اللي بريسيشن له طبعا منعد عدد الديسيمالز عند آخر رقم عشري منحط 1، يعني 8 منحط بدالها 0، 8 منحط بدالها 0.3 برضو منحط بدالها 0، 2 منحط بدالها 0، 5 هي آخر رقم عشري منحط عندها 1، فالـ precision لل 8.325 بيساوي 0.001.
هلا بالنسبة للبريسيشن للجراديويتد سايلندر المخبار المدرج. Example, if the lowest scaling for the graduated cylinder equals 0.1 centimeter مكعب centimeter cubic, what is the precision? هلا هون بالgraduated cylinder عندي قاعدة إنه إذا كان معطيني الscale للgraduated cylinder وطالب بالprecision فهنا بدي أقسم على اثنين، فهنا البريسيشن رح يكون للزيرو أو للجراديويتد سايلندر 0.1 تقسيم 2 اللي هي موجب سالب 0.05. والعكس يعني لو أعطاني البريسيشن وطلب مني السكيلينج للجراديويتد سايلندر بضرب باثنين. تمام، هلأ هون عندي مجموعة أسئلة. أول سؤال: The mass of 6.2 mL of water was 6.17 at 25 Celsius. The density in gram per mL of water is طبعاً باستخدام significant figures. The density اللي هي الماس على الفوليوم. هلأ الماس 6.2 على الفوليوم 6.17. طبعا احنا بالقسمة والضرب حكينا الجواب لازم يحتوي على حسب القاعدة لازم يحتوي على 2 significant figures، لانه هون عندي ال 6.17 فيها 3 ارقام معنوية وال 6.2 فيها رقمين معنويين، فاذا الجواب لازم يحتوي على رقمين معنويين. الجواب الحقيقي هو 0.995، من قربه طبعا حكينا احنا لازم يحتوي على رقمين معنويين، فبالتالي لازم نقربه، فمن قربها ل 1.0 حطينا الزيرو لحتى يكون عندي ايش رقمين معنويين حسب القاعدة. ثاني إشي: in which of the following ways the precision is plus minus 0.01. حكينا عندي 0.01 إذن لازم المقدار يحتوي على رقمين عشريين، لأنه حكينا لما يعطيني كمية وبدأ أطلع لها البريسيشن بنحط الأرقام العشرية بنحط بدالهم صفار، وآخر رقم عشري بنحط عنده واحد، فبالتالي الجواب